في ريف الغصير تعود إلى نشاطها وحيويتها بفضل بواسل قواتنا المسلحة الذين فتحوا الطريق إلى القرية ونظفوا محيطها من العصابات الإرهابية المسلحة التي حاصرتها لأكثر من 8 أشهر. قرية الغسانية بريف الغصير التي حاصرها الإرهابيون من كل الجهات اليوم تتنفس الصعداء وتعود إليها الحياة بعد أن قام الجيش بتطهير القرى المحيطة بها من الإرهابيين، لا سيما قرى الشومرية والرحمونية والسلومية. بالأرز والورود والأهازيج استقبل أهالي الغسانية بواسل الجيش العربي السوري، ولكاميرا التلفزيون السوري روى الأهالي معاناتهم من الحصار لأكثر من 8 أشهر. والله كان يصير كتير يا ابني، كان يصير كتير، كان يصير من مدة 8 شهور. قطع الطريق علينا من 3 جوانب، تم الطريق البحرة نستمر فيه بالروحة والجي، قطعوا المسلحين، وهلق نحن بالغسانية ونشكر الله ونحمد الله ونشكره اللي أعطى العزيمة للجيش والقوات المسلحة. هذه سوريا وبلدنا ولنضل صامدين. كانت متحاصرة الغسانية والوضع كان سيء جدا فيها، الطرقات مسكرة، بفضل الجيش الحمد لله انفتحت الطريق وكل شيء وصل للغسانية الحمد لله. شكرا للجيش، ونحن مع الجيش إذا راد الله، الحمد لله رب العالمين، ونحن مع الجيش دائما وأبدا. الله محيي الجيش العربي السوري، الله محيي سوريا. أنا بشكر الجيش العربي السوري اللي حررنا قرية الغسانية وفتح لنا الطريق، وكانت محاصرة من شي 9 أشهر. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. تعود شرايين الحياة إلى بلدة الغسانية بدخول بواسل الجيش العربي السوري إليها. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، بلدة الغسانية، ريف القصير.